السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا يحيى عوض الخشي، المدير التنفيذي لمشروع سكاكا للطاقة الشمسية. بعد انضمامي للشركة التحقت مع مجموعة من الزملاء برنامج لإعداد قادة المستقبل في قطاع الطاقة. هذا البرنامج بدأ برؤية الأستاذ محمد أبو نيار رئيس مجلس إدارة الشركة، ويحظى بمتابعة من إدارة الشركة. أتذكر اليوم اللي زرت فيه مع مجموعة من الزملاء السعوديين مشروع نور واحد، المشروع الأول لشركة أكوا باور في دولة المغرب الشقيقة. فور فوز أكوا باور وشريكها شركة الجهاز بمنافسة أول مشروع في البرنامج الوطني للطاقة المتجددة في المملكة، محطة سكاكا للطاقة الشمسية. تم تعييني كمدير تنفيذي لمشروع سكاكا للطاقة الشمسية. كانت لحظة فخر وشعور كبير بالمسؤولية لقيادة فريق تنفيذ أول محطة طاقة متجددة في السعودية ضمن البرنامج الوطني للطاقة المتجددة. أول يوم جيت هنا كان في عام 2018، كانت أرض خالية. اليوم الحمد لله مثل ما تشوفون فيها 1,200,000 لوح شمسي تنتج 300 ميجا واط من الطاقة الكهربائية، وتخفض الانبعاثات الكربونية بأكثر من 500,000 طن سنوية. الحمد لله وبكل فخر بيض الوجه. اليوم مثل ما تشوفون وبجهود فريق متكامل يضم شباب سعودي مؤهل ومقتدر، وبدعم ومساهمة كافة الجهات ذات العلاقة، نجحنا كوطن في إنجاز أول مشاريع البرنامج الوطني للطاقة المتجددة في المملكة العربية السعودية. بدأت مع أكوا باور عام 2015، وكانت ولا زالت رحلة مهنية رائعة بكل المقاييس.